طيب يا جماعة، هنتكلم نبدأ نتكلم أو نبدأ نشوف حكاية المتغيرات ديت. اتفقنا اللي أنت بتحط بتاع طيب الأول، وبعد كده بتحط إن هو الفاليبل، وبعد كده بتحط القيمة بتاعته. يمكن تحط قيمة وممكن متحطش. طيب هنبدأ هنا نشوف بقى أنواع المتغيرات إيه. كده خدنا أول نوع اللي هو الانتجر. الانتجر بنقول انت واي بتساوي 10، تمام؟ طيب لو احنا عايزين نقول نوع سترينج مثلا، يعني ايه سترينج؟ زي الكلمة دي سترينج مثلا str تساوي سيميكولون محمد. سترينج يعني أي حاجة، أي نص كتابي، أي نص كتابي، أي نص كتابي يعتبر سترينج، تمام؟ طيب الأنواع التانية موجودة في فلوت. فلوت اللي هو العدد العشري، فلوت اف سيميكولون، أو ملاس سيميكولون نحط له قيمة هيكون مثلا 21.3. خلاص. طيب في ايه تاني؟ في حاجة اسمها بوليان، بوليان بي. ايه بوليان ده؟ اللي هو بيحتوي على اما ترو يا اما فولس، عفوا يا اما ترو يا اما فولس. خلاص. طيب في شكل اللي بقى اللي انت، تعال نعمل بيلد كده. يعني ايه بيلد؟ يعني نبدا نشوف البرنامج ده فيه اخطاء ولا مفيش اخطاء. نعمل بيلد سوليوشن كده. تعالى نعمل بيلد كده. اهو قال لك بيلد سكسست، يعني مفيش اخطاء. تعالى بقى نبدأ نشوف حتة اللي احنا نخلي اليوزر هو اللي يدخل قيمة اللي احنا عملناها فوق، هنبدأ نشتغل عليها ازاي. قال لك طب تعالى بس نعلم على الكلام ده كله اللي احنا عملناه، نعمله تعليق، نعمله تعليق، يعني نعمله كومنت، ماشي؟ وتعالى نعلم على كل اللي احنا عملناه ده، نعمله تعليق وعلى نفس المشروع كده. هنيجي هنا نقول كونسول دوت رايت لاين، دخل القيمة مثلا، نقول له هنا انت دخل رقم، انت ذا نمبر. هنبدأ بقى نخلي اليوزر هو يستقبل قيمة. هنقول له كونسول دوت ريد لاين كده، ادي ريد لاين اهي. نبدأ هنا نقول قبليها بقى، دلوقتي اليوزر هيدخل قيمة، فاحنا القيمة اللي هو اليوزر هيدخلها لازم نبدأ نحجزها او نخزنها في متغير. فهنخزنها في متغير ازاي؟ هنقول string str بيساوي الكلام ده، بيساوي console.readline. طيب لو انا عايز بقى اطبع الكلمة اللي اليوزر دخلها، هقول console.writeline اطبع لي على الشاشة، اطبع لي ليه ال str، اطبع لي ال str، اطبع لي بقى المتغير اللي انت دخلت فيه القيمة. تعال نبدأ نشوف كده. قال لك دخل رقم، هنقول مثلا هو مش رقم، هندخل مثلا كلمة محمد، وهجاي طبع لك كلمة ايه؟ محمد الكلمة اللي انت كنت مدخلها، تمام؟ دخل احمد، هيطبع لك كلمة احمد على الشاشة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نخلي اليوزر يدخل قيمة، وازاي نبدأ نستقبل القيمة اللي اليوزر هيدخلها، تمام كده؟ طيب من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها في نفس الموضوع، هنفترض اللي احنا عندنا
انت اكس بتساوي 5. واحنا عايزين نطبع قيمة 5 دي مع الكونسول دوت لاين دي، عايزين نطبع 5 دي في نفس السطر. قال لك هتعمل ايه؟ قال لك بص، هتيجي هنا كده وتقوم عامل الشكل ده كده، اقواس اللي هي اقواس المجموعة دي، تقوم حاطط هنا مثلا 0 تمام، وتيجي تقوم عامل سيمي كولون وحاطط الايه الاكس. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني ايه اللي انا بعمله؟ لحظة كده يا جماعة معلش، تعالى نقول كونسول دوت هايت لاين اطبع لي كلمة مثلا، هنقول له the number is، وعايزين احنا اتفقنا عايزين نقول the number is ايه القيمة بتاعت الاكس اللي هي 5. يعني احنا عايزين نقول the number is x كده، اكس دي طبعا ممكن تحتوي على 5، تحتوي على 7، تحتوي على 8، تحتوي على اي حاجة. فقال لك طالما ان القيمة اللي هي اكس دي متغيرة ومحطوطة ما بين دبل كوتيشن ما تتعملش كده، اللي اتحط بين دبل كوتيشن حاجة ثابتة ما بتتغيرش. قال لك خلاص حط قوسين كده من اقواس المجموعة وحطه، حط صفر، حط فيه صفر، وبعد ما تخلص الدبل كوتيشن حط القيمة بتاعتك اللي هي اكس اللي انت عايزها تمام. كده يبقى هو هيعمل ايه؟ كده يبقى هو هيكتب the number is على الشاشة ويجي يشوف القوسين ما بينهم صفر حجز مكان، حجز مكان في السطر للقيمة اكس. فلما شاف ان القيمة اكس بتساوي 5 هيقوم طابع كلمة 5 على الايه؟ على الشاشة. تعال ننفذ كده ونشوف. كنترول اف 5 ذا نمبر، شفتوا ذا نمبر از 5. ايه اللي حصل؟ كان مكتوب هنا تحت ذا نمبر از، واول ما حط لك القوسين دول وما بينهم كلمه صفر، بمعنى ذلك اللي هو حجز مكان في كتابه الكود، حجز مكان في اللي هو في السطر للقيمه اللي هتيجي بعد كده اللي هي قيمه اكس. اكس طلع ب 5 وهو هيحط 5، اكس ب 7 هو هيحط ايه؟ 7. مفهوم كده؟ طب نفترض ان هما كانوا اكتر من واحد، بمعنى ايه؟ انت اكس بيساوي 5 وانت واي تساوي 7، وعايز هنا يطبع الاكس، يطبع الاكس والواي، اكس كده ويطبع الواي كده. قال لك خلاص طالما انت حطيت 2 اكس وواي، يبقى تعالى هنا نقول اند، نفتح عوض القوس من قوس المجموع، بس المرة دي هنحط ايه؟ 1. يبقى مفهوم ان الصفر بتاعته مين؟ الاكس، والواحد بتاعته الواي. The number is 5 and 7.